السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدارس بنات المستقبل الثانوية، الوحدة السكان في العالم. اسم الدرس: السياسات السكانية في العالم. الأفكار الواردة في الدرس: أولاً، تعريف مفهوم السياسة السكانية. ثانياً، الجهة المشرفة على القضايا السكانية. ثالثاً، أمثلة على السياسات السكانية التي تتبعها دول العالم. رابعاً، المنظمات الدولية التي تعنى بالشأن السكاني. خامساً، الحلول التي تقدمها المؤتمرات السكانية لحل مشكلة السكان. والآن سوف نتناول مفهوم السياسة السكانية، وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال القضايا والمتغيرات السكانية، كمعدل المواليد والخصوبة والهجرة وتنظيم العلاقة بين السكان والبيئة والتنمية. أما بالنسبة للمفهوم الآخر، الفرصة السكانية، وهو الحجم المناسب من السكان لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات وزيادة نسبة الشباب. ما هي الجهة المشرفة على القضايا السكانية؟ الإجابة: المجلس الأعلى للسكان. ما مهمة المجلس الأعلى للسكان؟ الإشراف على وضع برامج لمعالجة جوانب الخلل المتعلقة بالنواحي السكانية في الأردن. أما السؤال الأخير، أعطي أمثلة على السياسات السكانية التي تتبعها دول العالم مع أمثلة. أولاً، سياسة زيادة عدد السكان مثل السويد وإيطاليا. ثانياً، سياسة الحد من النمو السكاني من خلال تحديد عدد المواليد ووضع غرامات مالية وضرائب عليها مثل الصين وسنغافورة. ثالثاً، سياسة تنظيم النسل مثل الدول الإسلامية. اذكري المنظمات الدولية التي تعنى بالشأن السكاني. أولاً، منظمة الأغذية والزراعة. ثانياً، منظمة الصحة العالمية. ثالثاً، برنامج الأغذية العالمي. ما الهدف من إنشاء منظمة الأغذية والزراعة؟ أولاً، القضاء على الجوع في العالم. ثانياً، الاهتمام بالإنتاج الغذائي. أما السؤال الثاني، ما الهدف من إنشاء منظمة الصحة العالمية؟ أولاً، توفير التجهيزة الصحية لجميع الشعوب. ثانياً، تأمين الحصول على العلاج والمطاعيم مثل شلل الأطفال. ثالثاً، الحد من التدخين. أول مؤتمر عالمي للسكان عقد في روما عام 1974 ميلادي. ما أسباب عقد المؤتمر العالمي للسكان في روما عام 1974 ميلادي؟ أولاً، لبحث الوضع السكاني في العالم. ثانياً، ما ينتج عن الزيادة السكانية من آثار على البيئة والمجتمعات. ما الحلول التي تقدمها المؤتمرات السكانية لحل مشكلة السكان؟ أولاً، سن سياسة تنظيم النسل وتحديده للتحكم بسرعة النمو السكاني وجعله موازي للنمو الاقتصادي. ثانياً، تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة. عللي: المؤتمرات السكانية تسعى لتسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة، وذلك لي: ألف، مضاعفة الإنتاج الزراعي، ب، البحث عن مصادر غذائية غير تقليدية تعتمد على موارد بحرية وتقنيات زراعية معدلة وراثياً.